دائما ككل أصبح حلقتنا بملفنا الصباحي لنها اليوم. راح نحكوا على أهمية النظافة، يعني النظافة البيئية وحتى يعني نقول الشخصية والعامة، يعني وهذا الشيء يعني منذ القدم، يعني اهتم الإسلام بالنظافة واعتبرها كذلك من الإيمان، حيث يقول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، صدق الله العظيم. إذا سعاد، هي اليوم ملفنا الصباحي راح يكون حول أهمية النظافة، راح نحكوا عليها كيفاش نغرسوا ثقافة النظافة للأطفال نتاعنا منذ الصغر. يعني في كثير من الأسئلة راح نطرحوها على الأخصائي ومدرب في التنمية البشرية السيد عبد الحليم ماضي. مرحبا بك، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم وبمشاهدينا الكرام. يسلمك. إذا بداية أستاذ عبد الحليم ماضين، دو أكيد النظافة تبدأ منا نحن شخصيا، نعرفه ونحكو على النظافة الشخصية وأهميتها في حياتنا اليومية. بالفعل النظافة هو أمر مهم لكل شخص، يعني عبر مختلف المراحل النمو، يعني يحتاجها الإنسان يعني منذ الولادة إلى حتى مراحل متقدمة من العمر، وبالتالي كما أشارت إلى أهميتها خاصة التربية الدينية أعطت أولوية كبيرة للطهارة، فبالتالي حتى الله عز وجل قال عن الأنصار مدحهم بالنظافة، قال فيها رجال يحبون أن يتطهروا، يعني مدحهم الله عز وجل بالطهارة. ونجد كل أبواب الكتب الدينية الفقهية أول مقدمة يبدأ بباب الطهارة، قبل أن يدخل أي شيء في الفقه يبدأ بالطهارة. نشوف الان شاط في الصالات الوضوء والطهاره، فنجد الاسلام اعطى اولويه للطهاره وللطهاره الشخصيه كما تفضلت، وايضا للطهاره تاع البيئه والعامه اللي موجودين فيها. لما لها من اهميه كبيره وفضل كبير على قولوا الحفاظ على صحه الانسان وحمايته من الامراض. لكن يبقى شيء مهم، النظافه دائما لم تخرج من اطار الارشاد والوعد، وبدات وكانها شعارات نتبجح بها ونذكرها في الأعياد والمناسبات، لكن اليوم العالم تغير، تغير من كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجيا إلى غير ذلك، فأيضا علينا أن نتغير في مفاهيم النظافة، فنحتاج الآن النظافة نعطيها بعد آخر، نعطوها أولوية. فلما نتحدث عن النظافة ولا نجد مادة دراسية تتحدث عن النظافة ولا التخصص جامعي في النظافة، بالرغم ان النظافه اليوم ليس من هب ودب يقوم بالنظافه، فالنظافه لم تكن كما كانت في السابق، لان اليوم الامور تغيرت، فكان اشياء مثلا لا يمكن التخلص منها مثلا بطريقه برميها، فقد تحدث تلوث مثلا، فالمنظف اليوم يحتاج الى دراسه والى تخصص ويحتاج الى عمق في فهمه للنظافه. فلما نروح للنظافه الشخصيه مثلا، هل الان تنظيف الشعر يجي عندك مباشره، وكما تكونش عندك الان معلومات وما تعرفش ما هي الادوات ولي برودوي اللي يستعملهم ومتى تستعملهم وكيفاش تنحيهم، فحزيت تهلك الشعر تاعك وبحجه النظافه، وبالتالي تحتاج النظافه الى وعي، حتى النظافه تاع البيئه يعني تحتاج الى يبدا بالارشاد والتوجيه. يعطيك صح، لكن لماذا؟ لان لما نديروها تخصص، انا نقول لك نديروها تخصص، لا، اولا لان تحتاج الى تخصص النظافه اليوم، يعني كاين مواد وكان تحرقها توكسيك، يعني دير تلوث في البيئه، صح؟ اذا فشخص اللي ما يعرفش الشيمي مثلا فما يقدرش يعرف واش يدير بهذه الاشياء، فكاين ادويه ممنوع ترميها مثلا، مثلا ليبين ممنوع ترميهم، ممنوع تحرقهم، لينوف ممنوع تحرقهم، وبالتالي الانسان اللي ما يعرفش فكما نقولوا بحسن النيه راح يلوث الامور اكثر، اذا تحتاج الى وعي زيد. لما نديروها التخصص النظافه في المدارس كمادة دراسية والتخصص الجامعي، يكون عندنا تقنيين في النظافة ومهندسين في النظافة، وش راح يصير؟ تنادى أهمية هذه النظافة عند الإنسان. صح. مادام يدرسها في الجامعة ويدرسها كذا، شوفوا في اليابان احنا النظافة نقولوا له بين قوسين زبال، في حين الزبال وليان من الزبال ماشي اللي ينحي الزبال. لكن في اليابان نعرفوا أنه أعلى الأجر يعني أعلى راتب هو للعمال النظافة. بالفعل وفي اليابان ماشي اللي ما يعرفش يقرا يروح يخدم من النظافة، كما احنا الان اللي ما قراش يروح النظافة، لا العكس، هو يقرا ويدير زيتيد، وبالتالي عندهم حتى مهندس في النظافة، وبالتالي يعرف المواد اللي يسيبها واش يدير بها.
للتالي سيكلاش لسيكلاش لتحرق ولتدفن تدفن ولي، فهو الآن عنده دراية بهذه التفاعلات الكيميائية اللي حصلها فيما بعد. أيضا الأدوات اللي يستعملها في النظافة وبالتالي الآن تولي تخصص. لما تولي تخصص يولي الطفل لما يشوف مادة دراسية ويصيب مهندسين في هذا المجال يعطي لها قيمة. الآن شوف الآن الناس ما تنظفش علاه، لأنها ربطتها بالنظرة السلبية اللي عطاها لنا المجتمع، أن الزبال اللي ما يعرفش يقرا واللي ما يصلحش المجتمع هو اللي يروح للعمل هذا، وبالتالي الناس ولات تشوف أنها إهانة أنك تكون صبرة، أنها إهانة لما تمسح شيء معين. صح. وبالتالي يقول لك أنا يا وشت الأولياء اليوم كيعاقب وليده يقول له شوف لو كان ما تقراش راك راح تولي زبال. صح. وبالتالي كيفاش راح الواحد يقيم النظافة ويعطي لها أهمية؟ هذا هو العمق تاع النظافة، لكن نبداو نتحدثوا عليها فقط كشعارات وكذا. شوفي مثلا بكري لازم نتعاملوا كذلك بها يعني ونعملوا بها يعني. أستاذ ماضي كيفاش نخلوا يعني الشخص يكتسب أسلوب نظافة حذاري يعني منذ الصغار؟ بالفعل أول شيء قلت لك كما أشرت أنها تكون مادة ملزمة في الدراسة ويمتحن عليها إلى غير ذلك، لأنه علاه؟ لأن نظافة اليدين وحدها راهي تخصص، نظافة الشارة وحدها، نظافة الجسم، نظافة الأكل، نظافة البيئة إلى غير ذلك. أمر ثاني هو القدوة، أن القدوة الحسنة يعني أن يجد القدوة في البيت أولا، يجد هذه النظافة موجودة في البيت وأيضا في المدرسة، أيضا أن يحفز ويكافئ على الأشخاص الذين يقومون بالنظافة. الأمر الآخر أن فيما يخص التحفيز إلى غير ذلك، أيضا لابد أن يشعر الطفل بملكية الأشياء. صح. فالطفل لازم يحس كي يدخل مدرسة مدرسة تاعه. صح. لازم كي يركب في الحافلة يعرف بلي الحافلة تاعه ماشي تاع الدولة تاعه. فيعرف لما يحس بهذا الشيء راح يعطيه. ولهذا عدم الشعور بالملكية الأفراد للأشياء خلاهم يهملوا الأشياء. نعطيك مثال، شوفي شخص مثلا في البيت تاعه تلقاه نظيفة. يعني حتى هو يصرف الملايين من أجل بناء بيت، لكن تجده من الداخل يصرف عليه الملايير، ومن برا يعني حتى تلبس ماشي ملبس، حتى الألوان ماشي حاطها في الله. يعني النظافة الخارجية ما تعنيش، وكأنه العالم الخارجي لا يملكه، فقط الشيء الذي يملكه. ولهذا تجدين في بريطانيا مثلا يقومون بتحفيز الأطفال من خلال إشراكهم في المشاريع العمومية، فهم اللي يغرسوا الأشجار، هم اللي يصبغوا ويعطوا لهم أشياء يديروها في المدرسة وكذا، لأن الطفل لما يدير داك الشيء بيده غدو يحافظ عليه حسب الشجره تاعو وغرسها، وبالتالي ما يخلي حتى واحد يمسها، وراح يسقيها ويعتني بها لشعوره لاشعاره بملكيه الاشياء. وهذا مهم جدا يعني لما تكون عندنا هذا الوعي، الدرجه تاع الوعي باللي انا لما نشوف الحافله تاعي ونشوف ان المدرسه تاعي ونشوف ان المسجد تاعي، فهذا راح يعطيني رغبه في اهميه بها، وكذلك يخليني نحافظ دائما على نظافتها. يعني في الاخير خلينا لا فقط سراق قبل ما نختم ملفنا الصباحي لصبيحه اليوم، كذلك للشارع الجزائري راي في ملفنا وموضوعنا في ميكروفون زميلنا محمد موفق، راح نشوفوا مع بعض اراء المواطنين الجزائريين بعد ما احنا نسالوا فيها. احنا لازم احنا تانيك احنا نشوف كي لابو بال هي يرمي قوبلي لهي يرمي الو ليت كوم ساكن ليت كوم هذوك عياو طلوا فقط فويتو يرمسي، وحنايا يعني في الطريق تسيب قوبلي هاو يشرب قهوه يرميه لهي تانيك. هذه لازم تمسلو جيبو، لازم الدوله تاخذ قرار هذا المثل، كي تمسلو جيبو يولي الطريق. حنايا ماشي الدوله، حنا ماذا بينا، حنا الجزائر العاصمه، انا راني متمني تولي كيما واحد القريه تاع الدشره تاع بلاد قبائل جايه في عين الحمام تاع فردوس، وتمنيت الجزائر البيضاء تولي كيما هي في النقا في كل حاجه، على حاجه مليحه. اللي جا راهم بداو ينقيو، راني نشوف جهه بوزريعه جهه دير دو فرونس وكذا، راهم بداو ينقيو خطر طريبيا. انا ماذا بيا الحلم تاعي تكون الجزائر العاصمه تشبال هذيك الشرات تاع فردوس، شحال تمنيت تكون الجزائر كما هي، وهذه هي. ونتمنى لهم ان شاء الله دائما كل يوم ينقيوا الجزائر باش تولي شابه، هذه هي اللي نتمناها بارتو 48 ولايه كاع راهم يخدموا فيها. وشكرا. مسؤوليتنا حنا شباب وشعب كاع مسؤوليتنا، ماشي مسؤوليه الدوله. سما كما نقولوا كون كل واحد ينظف قدام البيت نتاعو راها راها البلاد كاع تتنظف، وكل واحد يعرف واش يقي ونقيس راه البلاد تنظم. مسمى اللي هو نظيف في روحه يخلي المكان تاعو نظيف، واللي مسخ الله غالب. هذه هي الدوله ما عندها حتى علاقه، فهذه ما عندها حتى علاقه. سما لازم الشعب هو اللي ينظف روحه، ولازم كيما نقولوا المسلم لازم يكون نظيف. الاسلام تاعنا هذا واش علمنا؟ ابارتا ما كاش في كل اعتبار
بكل اعتبار هذا الناس اللي مساكنين كل انحاء الجزائر، لازم النظافه في العماره، لازم النظافه قدام الباب، لازم اللي تنقيوا العماره مليحه ليكم، وزبل كي تنقى راهي مليحه ليكم. ما مسكين هذاك النظاف هذاك هو ياخذ مليار، هو ياخذ 3 ملايين مسكين يكافح ليل ونهار، او يجيب لي كاميون ينقي زبل. هو زبل عنده القانون الشرعي على 10 تاع الليل تخرجوا قدام الباب الشكاير في كل ناحا، حتى المحلات التجاريه نقولوا لهم، حتى الناس العماره نقولوا لهم الزبل هذا اللي تخرجوا لازم تخرجوا بالليل، لازم تنقيوا العماره تاعكم تنقيوها، لازم باش ما يمرضوش ولادكم، لازم العماره تخليوها نقيه، تقولوا لا بلونش لا جيري لا بلونش. لا جيري لا بلونش كيس كي ليبوك سي لا كاسبا، لازم القلب العاصمه نرجعوها بيضاء باش كي يجي واحد ما يضحكش علينا بالبيضاء خويا، ما يقولش بدالي لي صاد لي ديكولاس. شكرا جزيلا والى اللقاء. إذا مشاهدينا كانت هذه بعض آراء المواطنين حول ملفنا الصباحي، وكل كانت الآراء متحدة حول أهمية النظافة ودائما مساعدة عمال النظافة يعني في عملهم، والاهتمام بالنظافة هو مطلب عصري يتمناه الجميع. إذا وش رأيك أستاذ عبد الحليم يعني حول هذه الآراء؟ بالفعل كانت آراء يعني في كلها ترمي إلى أهمية النظافة، ويبقى شيء معين كما تحدث زميلنا على العقوبات، فنجد ان العقوبات مهمه جدا، فنجد اندونيسيا مثلا تضع عقوبات كبيره جدا يعني تفوق $1000، يعني المينيموم $1000 فما فوق على اشياء انك تعمل شيء معين. تصوري ان الاكل في الشارع عنده عقوبه في اندونيسيا، يعني تاكل برا فقط ماشي ترمي، تاكل برا. فاتصور الان في اندونيسيا لو كتمت شخص الماكله يعاقبك، ما عندكش ضروره تمد ماكله شخص اخر، تتحمل مسؤوليه الماكله تاعك ماشي الاخر، يعني تشوفي ليجيان الى غير ذلك، فما كانش ريسك ابدا. لاهميه النظافه، النظافه عندها شقين، شق اللي هو علاجي اللي هو اماطه الاذى عن الطريق، وشق اخر هو وقائي، فنعلم الناس ثقافه الجمال. يعني يقل الانسان هو راه يحافظ على صحته، يعطيك صحه، حافظ على نظافه المكان والبنيه، يعطيك صحه. فنجد مثلا ان الطفل الصغير لما نعلموه قيم الجمال، نعلموه يرسم وانه يغني، ونعلموه قيم الجمال وش يصرى له، قيم الجمال هي اللي تخلي الانسان يكون جميلا، تكون ترى كل ما في الوجود جميله. فمالك بن نبي المفكر الجزائري فيلسوف الحضاره يتحدث عن اسس قيام الحضاره، يقول لك هناك ثلاث اشياء تقوم عليها الحضاره. اول شيء هو الاخلاق، ثاني شيء هو الجمال، ثالث شيء هو العلم. اذا تصور الان اخلاق وبعد الجمال وبعد العلم، واستمد هذه الفكره من الايه القرانيه التي تقول وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، اي ان الله عز وجل ذكر الوجه الجمالي تاع النجوم قبل ان يذكر الوجه الوظيفي تاعها. قال زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولذا لما نغرسوا ثقافه الجمال عند الاطفال منذ الطفوله، فيولي عنده هذاك الذوق، الذوق في اللباس، الذوق في الالوان، والذوق في الكلام، والذوق في كذا، هذا الشخص اللي يعرف قيمه الجمال. الان امبوسيبل حيلقاه يعني اوسخ في الطريق ولا المكان اللي يكون فيه حيغرس فيه الجمال. صح. مشكلتنا اليوم ليس لدينا يعني علاقه بالجمال، الاطفال اليوم ما يرسموش وما يعرفش ما يدقش الجمال، ولهذا الان ولا ينزعج لما يجد الاوسخ برا، لانه لا يعرف قيمه الجمال، فهمت الفكره وراي؟ هذا مهم جدا. وتبقى ايضا قضيه القوانين والرقابه الى غير ذلك، فلو تكون هناك عقوبات صارمه في على النظافه يعني فنجد ان الاشخاص، لماذا الان الشخص اللي يوسخ هنا لما يروح بريطانيا ما يوسخش؟ صح. وشفنا ان فيديوهات نشوفها على اليوتيوب، انا احد الافراد يعني من الجاليه العربيه ارمى وسخ في السويد في الارض، جاته الشرطيه مباشره قالت تخلص 5000 اورو ولا هاك المكنسه وتكنس كامل المنطقه هذه، ارفد المكنسه وكنسها. شفت العقوبات كيفاش الان؟ فهذه المهمه، لان علاه؟ لانه هو الهدف من العقاب ليس الانتقام وانما تعديل السلوك، وهذا ما نحتاجه اليوم. لماذا؟ لان كما قال بينزع الله بسلطان ما لا ينزعه بالقران. صح. اذا ويبقى يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كذلك وصى على النظافه عندما قال النظافه من الايمان، ونحن من هذا المنبر في كل عمال النظافه. بالفعل نشوفوا من ثقافتنا احنا الان،
تركز كثيرا على النظافه. عندنا مثلا يقول لك يا محلى قالوا كان يبقى. يعني شوف حتى الثقافه تاعنا الشعبيه تحوت على النظافه. ان شاء الله احنا كل هذه النصائح وهذه المعلومات اللي كانت في ملفنا الصباحي ياخذوها كل المشاهدين بعين الاعتبار. نشكرك استاذ عبد الحليم. شكرا بالتوفيق.